أكبر نتيجة كان لقاء النصر والإمارات عندما تمكن فريق النصر من الفوز بخمسة أهداف. محاولة خطيرة ممكن، جول جول يا الله يا الله يا الله على اللاعب فريق الظفرة محمود قاسم، يعود من جديد محمود قاسم يقلص الفارق ورد سريع رد سريع رد سريع. محمد سالم يضع كرة على طبق من ذهب للاعب محمود قاسم، يقول له استقبل استقبل هذه الكرة ويلا يا محمود، يسجل هدف الثاني لفريقك. نعم محمد سالم يقدم كرة على طبق من ذهب للاعب محمود قاسم، واستقلال مثالي وفعلا برافو وبرافو لمحمد سالم.